سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي وأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد وإن تعف عني فذا يوم عيد نبغى شعارنا من هذه الليلة أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد رحيم بكل الورى والعبيد تذكر هذا الشعار أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد والله الله رحيم والله الله مو محتاج أي أحد منا ما يفعل الله بعذابكم إيش الفائدة إذا عذبك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما والله لو كنت من أفجر أهل الأرض ثم قلت أستغفر الله غفر الله لك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم قلت أستغفر الله غفر لك ولا يبالي لو جمعت ذنوبك بقدر بما يقارب هذه الأرض كلها ثم ما أشركت بالله يأتيك الله بقراب الأرض مغفرة من أكرم من الله ومن أرحم من الله فمن هذا اللقاء قامت الحجة عليك وقامت الحجة علي والله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها الحسنة بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة بواحدة يقول ابن مسعود ويل لمن سبقت آحاده عشرات إذا كانت الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة وتيجي يوم القيامة والسيئة بواحدة وكثرت حسناتك ويل لمن سبقت آحاده عشرات الله يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا وأن يغفر لنا اللهم من قرر توبة فتب عليه اللهم من بيت في نيته أن يتوب فتب عليه اللهم من بيت النية من هذا المجلس أن يغير حياته وأنت القائل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أن تثبته من فوق سبع سماوات هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.